أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الـ CNS Sensory على الـ Control of Pain والHeadache، محاضرة رقم 7. وكعادتنا هنبتدي الأول بحل سؤال الامتحان بتاع الـ Multiple Choice. فنبتدي بالامتحان بالإجزام. السؤال الأول: Regarding pain receptors, all are correct except. يبقى اختار الإجابة الخطأ. هل هم they are slowly adapting receptor؟ إجابة صحيحة. They are attached to C and A beta fibers؟ غلط. هم C and A delta. يبقى هي دي الإجابة الخطأ دي اللي تختارها بي. They signal tissue damage. طبعا pain always signals tissue damage. They initiate protective reflexes. صح. وعليه واحد، الإجابة الصحيحة هتبقى B. السؤال الثاني: slow cutaneous pain، طبعا اللي هو بيحمل على السي فايبرز وما بيروحش الكورتكس، ما هوش لوكالايز، more localized than fast. غلط. signals pass to along the paleo spinothalamic tract. صح. طب ده القديم، يبقى B برضو الإجابة الصحيحة. fibers are more sensitive to pressure and hypoxia than fibers of fast cutaneous pain. لا، the C fibers are more sensitive to cocaine. حتى قلنا C مع C. fibers end in somatic sensory area number 1. خطأ، هما بينتهوا في الثالاموس وفي ريتيكا فورميشن. يبقى الإجابة الخطأ الصحيحة هنا هي B. regarding deep pain, it's accompanied by depressor effects. صح. it's diffuse type of pain. صح. It's carried on C fiber. صح. وعليه تبقى all of the above are correct. D like D for daddy. السؤال الرابع: regarding visceral pain, sharp cut is very painful. لا طبعا، قلنا ده في الفيسرال فيها very few fibers، فما تعمل sharp cut هيشغل very few fibers, not sufficient to reach the threshold. بينما شارب كات مؤلم جدا في الجلد، غير مؤلم على الاطلاق في الفيسر. always felt in the diseased viscous. لا، امال فين referred pain. it may be caused by ischemia. ده هو usually caused by ischemia، فدي الإجابة الصحيحة. طبعا may be caused by ischemia، ده ischemia أهم السبب. accompanied by pressure effects. لا، هو accompanied by depressor effects. يبقى هنا الإجابة C. السؤال الأخير: regarding referred pain, all are correct except. renal pain may be referred to testicles in male. صح طبعا. pain is felt in corresponding dermatome. صح. وقال اختار غلط. explained by conversion projection theory. صح. is explained by occlusion. غلط. explained by facilitation. وعليه السؤال الأول والثاني الإجابة B for baby، الثالث والخامس D for daddy، الثالث C for cat. ده كان الجزء الأهم في تمالي بقول في المحاضرة، وهقولها مرة تاني. لما يبقى في امتحان عندك multiple choice في الاند اوف تير، أهم حاجة مش إنك تقرأ نظري، أهم حاجة إنك تحل multiple choice questions. ده هنا standard، يعني حاجة بيقولوها لكل الطلبة. لو عندك 4 ساعات، 3 ساعات تحل MSQ، قدام الامتحان MSQ ساعة بس تقرأ نظري. وطبعا انت بتقرأ MSQ، لو في سؤال وقف قصادك مش فاهم ليه، ترجع للحتة اللي في النظري بتاعته جاست كده لمدة 1 minute، تشوف هي ليه دي صح ودي غلط. يعني انت بتذاكر MSQ جنبك كتاب النظري، ترجع في الحاجة اللي هي تقف معاك بس. MSQ تحل MSQ. ركع الله، نبتدئ. الهدك، الصداع. طيب الهيدك، بس نظبط الاول القصه. ايوه اي ثينك كده مظبوط. اول نقطه احبكم تعرفوها على الهيدك يا ولاد، ان الهيدك ده is referred type of pain. يعني ايه؟ يعني تحسش في مكانه. انت عارف في حاجه اسمها تنتوريوم سيريبيلاي اللي انا مشاور عليها بالليزر دلوقتي،
ايا كان موقع المرض فوق التنتوريوم سيربلاي تملي الهيدك بيتحس فرونتال في اورتك في الفورهيد ريفيرد عن طريق الاوفثالميك ديفيجن اوف ذا تريجيمينال. طيب ايا كان موقع المرض تحت التنتوريوم سيربلاي فتملي الهيدك هيتحس اوكسيبيتال يعني مع الاعتذار في الباك اوف ذا نيك ريفيرد عن طريق سيرفايكال 2. يبقى دي اول معلومه ان الهيدك از ريفير تايب اوف بين سوبرا تنتوريال فرونتال عن طريق الاوفثالميك ديفيجن اوف ذا تريجيمينال. انفرا تنتوريال بيبقى في الاوكسيبيتال عن طريق سيرفايكال 2. تاني معلومه في الهيدك صدق او لا تصدق، واحد لما بيجي له صداع الناس بالفطره تقول معلومه خطا، تقول لك مخي هينفجر بالالم. المعلومه الصادمه ان البين اللي بيحس كل الاحساسات هو نفسه insensitive to pain، ما بيحسش الالم لان ما فيهوش free nerve endings. وقلتها لك صدق او لا تصدق believe it or not، لو عندك brain abscess بس confined to the brain tissue مش هتحس اي حاجة خالص. البرين اللي بيحس كل الاحساسات is insensitive to pain. طب هنا النقطة المهمة بقى، يبقى ايه مبعث الالم جوه الهيد؟ يعني مين هما الانتراكرينيال بين سنسيف ستراكشر؟ واحد من اشهر الاسئلة في الشفوي وفي المالتيبل تشويس. طب ايه الحاجات اللي جوه راسك اللي بتدي الم؟ انا بقولها بطريقة طريفة وسهلة جدا. ارتري فين نيرف ومعاهم الديورة، اربع حاجات. ارتري وفينو نيرف، تملي حتى الارتري يبقى ماشي جنب الفين جنب النيرف ومعاهم الديورة. اني ارتريز بتدي بين؟ الديورال ارتريز سبيشالي الميدل مينينجيال، عارفينه انتم اللي في التمبرال ريجون. طب انهي فينز؟ الفينس ساينسز. طب انهي نيرفز؟ احفظ معايا كويس قوي، العصب الخامس تريجيمينال، في حاجه اسمها تريجيمينال نيورالجيا، الناس حتى العامه عارفاها، يقول لك عنده الام العصب الخامس ومعاهم العصب التاسع والعاشر. يعني في ثلاث اعصاب بس ممكن يدوك هيدك من الكرينيال نيرفز، سبعة وتسعة وعشرة، بس هقولها بطريقتي، اسف، خمسة وتسعة وعشرة، خمسة ثم خمسة ثم خمسة اللي هي الام العصب الخامس اللي هي الترايجيمينال نيورالجيا، وريرلي يبقى في جلوسوفارينجيال او فيجال نيورالجيا. يعني التلاتة بالزي بعض، يعني اقول خمسة اللي هو الترايجيمينال ثم الترايجيمينال ثم الترايجيمينال ثم اعصاب اخرى اللي هم 9 و10. طب نيجي الديورة يا اولاد، الديورة فيها 3 نيرف اندنجز، هي والتنتوريوم سيربلاي. ده سؤال مهم قوي، مين الانتراكرينيال بين سنسيف ستراكشرز؟ قلناها بطريقه لطيفه، ارتي فين نيرف، وبعدين تسكت عشان انت تمالي بتقولهم جنب بعض، ارتي وفينو نيرف ومعاهم الديورة. والاوائل بقى احدد انهي ارتريز، الديورال ارتريز خاصه الميدل منجيال، انهي فينز الفينس ساينس، انهي نيرفز تريجيمينال تريجيمينال تريجيمينال، الناس كلها عارفاها مش محتاجه تبقى في كليه الطب، الام العصب الخامس و جلوسوفارينجيال اند فيجس، والديورا اخر حاجه والتنتوريوم سيربلاي. نيجي السؤال التحريري هنا بقى يا اولاد، كوزس اوف هيديك. انا مش عارف يعني، بتعجب ساعات من بعض الزملاء وبنبه بعض الزملاء الاصغر سنا طبعا، ان معظم اسباب الهيدك اكسترا كرينيال، برغم ان الانترا كرينيال هنتكلم فيها اكتر واصعب، وتعال الطالب يقعد يحفظ في الانترا كرينيال ويغض البصر عن الاكسترا كرينيال. اهي شوف ايه اهم معلومه هنا، ان الاكسترا كرينيال بتمثل 95% من اسباب الهيدك، وهتشوف من الحياة، أما الانتراكرينيال 5% بس. طيب دلوقتي إيه أسباب الاكستراكرينيال؟ أنا هقول لك يعني خمس حاجات من السبع أسباب وبطريقة سهلة جدا. حضرتك بص لي كده، أنت لما يجي لك أسباب الاكستراكرينيال هيديك فقاعد في الامتحان تفكر،
في أسباب متعلقة بالآي يعني حسس على وجهك النوز والنيزل ساينسز الماوث الإير يعني ما فيش حاجة في وشك حتى الجفة بقول اللي هو القفة يعني يبقى آي ونوز وماوث وإير والقفة أدي ده دك أخدتك خدت خمسة من السبعة تعال نمسك الآي إيه في الآي ممكن يدي هيدك الايرورز اوف ريفراكشن اللي هو اخطاء الانحراف عندي قصر نظر طول نظر استجماتيزم ومش لابس نظاره صدع بعد ما والجلوكوما زياده ضغط العين اللي هو الماء الزرقاء طب يعني اسباب ما لو انت قلعت النظاره وناس كتير مننا اللي عندهم نظارات لو قلعتها هتحس بهيدك طيب انفلاميشن اوف نوز ونيزل ساينس قلع منها الجيوب الانفيه ياما كلنا من الواحد يزكي يصدع يبقى خدت بالك الاكسترا كرينيال اللي هي الاكثر شهره 95% من اسباب اكسترا كرينيال وبعدين نيجي الماوث التيث التوث ايك الم سنه توجعك تجننك وبعدين ناخد الاير اظن في حاجه مشهوره قوي اسمها اوتايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى حتى الناس عارفينها واكثر في الاطفال هنقولها ليه في مع السبيشال سنسز وبعدين الجفه يسموها في هذه الحاله تنشن هيدك لما الواحد يقول له يا اخي صدعتني لما واحد يتكلم العضلات بتشد سبازم في السكالب والنيك ماسلز سموها تنشن هيدك يبقى الاكسترا كرينيال الخمسه من السبعه سهلين اي ايرورز اوف ريفراكشن وجلوكوما النوز انفلاميشن اوف نوز ونيزل ساينسز الماوث توث ايك الاير اوتايتس ميديا وبعدين تنشن اور ايموشنال هيدك بيبقى كنتيجة لسبازم في السكالب والنيك ماسلز في سببين فاضلين كمان بقى نقوله مع بعض اللي هما تريجيمينال نيورالجيا لسه قايلنا وفي سيستميك ديس اوردرز يعني زي الانيميا اللي عنده انيميا بيجي له صداع يبقى الانيميا يبقى دول سببين تانيين هنا فين اشهر سؤال بقى يقول لك كل الحاجات دي اسباب الانتراكرينيال ما عدا وهقول لك فين السؤال يجيب لك النيزل ساينسز فانت ناس كتيره فاهمه ان الساينس دي جوه السكال تبقى اسباب الانتراكرينيال لا النيزل ساينس دي بتدي اكسترا كرينيال هيديك ده اشهر سؤال في الام اس كيو بيغلطوكوا فيه وفيما يناظره الناحيه الثانيه هنقولها حالا ده اشهر سؤال بيجي اسباب الاكسترا كرينيال وفاهم ليه الاكسترا كرينيال لانها 95% من اسباب الهيديك طب نيجي بقى الانترا كرينيال اللي هي 5% 8 أسباب ما عشقت مثل عشق النظام أول أربعة من اللي احنا ما نقدرش ناخدهم التمانية قلنا لازم نقسمهم بيبتدوا بحرف الام مينينجايتس الالتهاب السحائي بيدي سيفير هيديك وكان زمان الالتهاب السحائي ده كان وراء قصة اكتشاف أول أنتيبيوتيك وهي السلفا طبعا في حاجات احسن دلوقتي في علاج الالتهاب السحائي اللي هو السيريبرو سباينال مينينجايتس هيدك رهيب في اي حاله تعمل التهاب في المينينجيس في الديوره لان قلنا فيها فري نيرف اندنجز مينينجيال تروما لو قطعت المينينجيس ما هي فيها فري نيرف اندنجز واحد يقول لي نقطعها امتى في اي برين سيرجي اوبريشن ما تعمل برين سيرجي لازم هتدخل ازاي البرين اذا قطعت الديوره طب بعد العملية هيبقى فيه pain fail ديورة يعني في منطقة الهيد يبقى هيدك نمرة ثلاثة meningeal irritation مين اللي يعمل meningeal irritation وtraction brain tumor نمرة أربعة وتشوف أنا كتبها لك باللون الأحمر المايجرين اللي هو الصداع النصفي ناس كتيرة بتتكلم عن الصداع النصفي الصداع النصفي ظاهرة وعائية vascular phenomenon بيبتدي ازاي بقى يا اولاد فيسل معين عند الشخص اللي عنده مايجرين يحصل فيه فازو كونستريكشن فور اورز تخيل عضله بتاعه الفيسل كونتراكتد فور اورز هتتعب فبعد كده يحصل لها فازو دايلتيشن ويبتدي بقى البالس بريشر اللي هو الفرق بين الستوليك والدايستوليك يعمل pulsation في هذا الفيسل اللي هو المصل بتاعته خلاص تعبت ريلاكسد تحس شواكيش في دماغك يبقى سبب الهيديك الفازو دايلتيشن امال الفازو كونستريكشن ده بيعمل ايه بيعمل ظاهره في الطب
اسمها برودروما، يعني برو يعني قبل، تحذير. يعني كل الناس اللي عندها صداع نصفي بتعرف ان هيجي لها نوبة من الصداع النصفي. ليه؟ تعال نفكر. لو انا مثلا الفيسل اللي هو تعبان عندي ده فيجوال فيسلز، حاجة ريليتد للفيجوال اريا، يبقى اشوف البرودروما هتبقى في صورة ايه؟ فلاشز اوف لايت. اما الاقي كده في فاير وورك، في فلاشز اوف لايت، اعرف انها تقلب غم بهدك. لو في منطقة متعلقة بالأولفاكشن، أشم يحصل لي هلوسة شمية، أشم رائح لا وجود له، أعرف إنها تقلب بصداع. لو في منطقة إيموشنال، أحس سعادة، ناس يقول لك بحس بسعادة، بعد السعادة أعرف إنها هيجي لي سعادة لا لزوم له، يحس طبعا بإنه هيجي له هادئ. وعاوز أقول لكم معلومة طريفة في فقر المعلومات العامة، في مرضين مشهورين يا أولاد في الطب فيهم برودروما اللي هو التحذير ده، واحد منهم المايجرين. وفهمت سبب البرودروما ايه بقى؟ الفازو كونستريكشن. واحد يقول لي طب فسرها لنا ليه؟ فكر معايا، لما يحصل فازو كونستريكشن يبقى البلاد سبلاي للاريا اللي بيغذيها يحصل له ايه؟ قول معايا، هيقل، وعليه الميتابولايتس تاكيوميليت، تتجمع، والميتابولايتس دي هتعمل استيميليشن للاريا دي. فاذا كانت فيجوال اريا تشوف فلاشز اوف لايت، والفاكتوري اريا تشم رائح لا لزوم لها، سايكيك اريا تحس بهابينس اند سو اون. بعد كده لما يحصل فازو دايليتيشن، قلت بقى البلس بريشر، الفرق بين ستوريك والديستوريك، هيخلي الفيسل بلس بلساتايل، فتحس شواكيش في دماغك. يبقى المايجرين از ا فاسكولار فينومينو. يبقى اول اربعه فيهم حرف الام، ثلاثه متعلقين بالمينينجيس، ايتس مينينجايتس التهاب في المينجيس، تروما منينجال تروما زي في الاوبريشن، منينجال اريتيشن زي اللي هو التيومر، ونمره أربعة اللي هي المايجرين. هناخد خمسة وستة متعلقين بالضغط، حب النظام قوي يا ولاد، ضغط عالي وضغط قليل. ضغط عالي زي العيانين اللي عندهم هايبرتنشن، يبقى عندهم صداع. بس في نقطه مهمه قوي، سؤال مسكيو جميل، الهيدك بروبورشنال تو ذا سيستوليك بريشر ولا بروبورشنال تو داستوليك؟ الاجابتان خاطئتان. هو بروبورشنال للفرق بين السيستوليك والداستوليك اللي هو البلس بريشر، لان بيخلي الفيسل لسه قاعدين بلساتايل بينبض ويديك صداع، هو الفرق بين السيستوليك والداستوليك. يعني لو اداك في مساله أربع عيانين وداك السيستوليك والداستوليك وقال لك مين أكتر واحد فيهم عنده صداع، اطرح السيستوليك من الداستوليك، أكبر فرق، أكبر بلس بريشر هو اللي عنده صداع. طب نمرة ستة، لو سيريبرو سباينال فلويد بريشر، نقص ضغط السيريبرو سباينال فلويد، اللي هو يحصل إمتى؟ مع السباينال أنيثيجيا. يعني هديك مثال، احنا في السباينال انستيجيا بنحط الابره بتاعت البنج النصفي تحت لامبر 2، فاهم ليه؟ طبعا هيقولوها لكم الزملاء الافاضل بتوع الاناتومي عشان ما تعورش السباينال كورد. طب انت لما بتدخلها تحت لامبر 2 بتعمل ازاي بنج؟ بتثقب الديوره عشان تحط البنج في السيربرو سباينال فلويد حوالين السباينال كورد، وبعدين تروح ساحب الابره. طب ما انت ثقبت الديوره فيها ثقب، فالثقب ده هيعمل ايه؟ هيعمل ليكج، يعني تسرب للسيريبرو سبانال فلويد. طبعا مش من ظهره هيطلع الفلويد، هيطلع جوه تحت الجلد والمسلز، بس المهم ان انت ما عملت ثقب في الديوره عشان تحط الانستاتيك حوالين السباينال كورد والسباينال نيرفز، الثقب ده بيتسرب منه السيريبرو سبانال فلويد، فالسيريبرو سبانال فلويد بريشر يحصل له ايه؟ يقل. فتخيل برين بقى لما السيربرو سبان فلويد بريشر يقل، البرين ديسنت، يعني ينزل فيو مليمترز بس. اما ينزل بقى لان الضغط قل بتاع السيربرو سبان فلويد، هيعمل تراكشن على مين؟ على الارتي والفين والنيرف والديوره اللي هم انتراكرينيال سنسيف ستراكشرز، يدي واحد من ألعن انواع الهيدك اللي هو يعقب
البنج النصفي. طبعا احنا حليناها دلوقتي يا اولاد برضو عشان اقول معلومات محترمة، ان الابر دلوقتي اللي بنستخدمها عشان نعمل سباينال انيثيجيا بتبقى الابر رفاعة جدا عشان السوق بيبقى قليل جدا. خلاص. وبعدين علاجها سهل، ان احنا بنقول للمريض ان هو يوطي بحيث راسه تبقى لتحت، يعني لما بينام في السرير على فكرة هو بيلاقي بيحلها لوحده، يعني بيلاقي ان الوضع اللي رايحه هو نام في السرير لما يبقى راسه تحت الليفل بتاع السرير بعد العملية دي، انت فاهم؟ لما ينزل راسه كده يبقى البرين ينزل لحالي، ما يحصلوش تراكشن بفعل نقص البريشر، كأنه بالضبط منظر واحد سوري قاعد على السرير وبيدار على حاجة تحت السرير وهو لوحده بيعرف. بعد طبعا يوم أو يومين بيقفل الهول وبيرجع الضغط زي الفل وبيبقى العين زي الفل، بس بيبقى هيدك سخيف قوي. عالجناها بأن الإبر رفاعة جدا بتاعت الاسبانال انستيشا. طيب نيجي توكسيك هيدك نيم بعد كده. الناس وبئس المصير اللي بتشرب الكهوليكس. الكهوليكس دي مجرمة في كل الأديان السماوية، جيلها هيدك ليه؟ الكهوليكس دي توكسيك برودكتس، هتمتص من الجي اي تي وتروح تعمل منينجيال اريتيشن، ومثلها الكونستيبيشن اللي بيجيله امساك ليه بيصدع، لانه اما ما يتخلص من نواتج الهب هيمتص منها توكسيك برودكتس زي الكهوليكس تعمل اريتيشن من جيس. يبقى عشان كده انا سميت الاثنين دول توكسيك هيدك، يعني الالكهوليكس والكونستيبيشن. واظن طريقه رائعه في عرض اسباب الانتراكرينيال والاكستراكرينيال هيدك. ثاني مش هعيدهم بس في عجاله هقول لك ازاي تفتكر الاكستراكرينيال هيدك وانت قاعد في الامتحان. ده السؤال الاشهر، تفكر في راسك، كيف راسك بره السكال يمكن ان يكون مبعث للهيدك، وتحسس كده الاي النوز والنيزل ساينسز الماوث الاير الافه السكالب والنيك ماسلز، دول خمسه، وتديهم اثنين كمان زياده اللي هم الترايجيمينال نيورالجيا وسيستميك ديس اوردر زي الانيميا. انما الكوزم انتركرين اعملها لك برضو بطريقه جميله، وقلنا كل حاجه بحاول اعملها لك بطريقه سهله، والدياجرام اللي انت شايفها دي حصاد السنين، أربعة بحرف الام وأربعة تانين، تمانية أربعة وأربعة. أربعة بحرف الام أول ثلاثة فيهم كلمة منينجيس، مرة آيتس منينجايتس التهاب المنينجيس، مرة تروما قطعت المنينجيس زي في الأوبريشن، مرة إريتيشن منينجا إريتيشن زي في التيومر، ومعاهم رابع ام بس ملاش دعوة بالمنينجيس المايجرين الصداع النصفي اللي هو ظاهرة وعائية. طبعا فقر المعلومات العامة، الصداع النصفي معظم حالاته بتبقى برايمري مش عارفين سببها، لكن sometimes لو العيان محظوظ بيبقى سببها errors of refraction، حاجة في العين، حاجة في الودن، حاجة في السنان، حاجة في الأنف والجيوب الأنفية. عشان كده أي عيان لأنه بيبقى عيانين كرونيك بتاع المايجرين الأول يروح لدكتور الرمض ودكتور الأنف والأذن والحنجرة وطبعا بيفحص ودنه ودكتور الأسنان آملا أن في سبب secondary migraine، غالبا مش هو ده السبب. دي قلت لك معظم الحالات مش سكني، بس يمكن يا اخي اديله فرصته، معظمها برايمري مش معروف ليه، وهو ظاهره وعائيه. الاول بيحصل فازو كونستريكشن لساعات، تجمع الميتابولايتس تيريتيت اريا معينه، كل عيان حافظ الاريا اللي بيحصل فيه عنده الهيدك، تديله ظاهره يعرف ان بعديها هيجي صداع، نسميها تحذير برودروما. نفس في مرض اخر في ظاهره البرودروما دي كنت قلت اقوله لكم اللي هو الابيليبسي الصرع، ودي من رحمه ربنا العيان قبل ما يتشنج بيحس انه هيجيله الابيليبسي. خلاص. لدرجه في فيلم سيزر اللي هو قيصر كان بيعرف ان هيجيله نوبه الصرع، فيقول للراجل التابع بتاعه يجيب له خشبه يحطها في بقه عشان ما يقطعش لسانه لما يحصل سبازم في الجو ماسلز. ففي مرضين في الطب فخر معلومات عامه ما عليكش الكلام ده، فيهم برودروما تحذير، الصداع النصفي والصرع. ادي اول اربعه. وبعدين هتاخد لي اثنين، ضغط عالي ضغط واطي، هاي ارتيا بلاد بريشر لو سيربروسباين فلويد بريشر مع بعض، وتاخد لي اثنين توكسيك هيدك
اللي هو الكوهوليك هيديك وكونستيبيشن هيديك. يبقى اربعه فيهم حرف الام، اثنين ضغط، ضغط عالي ارتيال بلاد بريشر عالي او سيربرو سباين فلويد بريشر واطي، ده 5 و6. 7 و8 توكسيك هيديك في الالكوهوليك وكونستيبيشن. وما عشقت مثل عشقي للنظام. يبقى في الاكسترا كرينيال 7 هتاخد 5 ستراكشرز في وشك زائد ترايجيمينال نيورالجيا وسيستميك ديس اوردر انيميا. اما الانترا كرينيال 4 بحرف الام واثنين ضغط، ضغط عالي هايبرتنشن ضغط واطي لوس سيربرو سباين فلويد بريشر، واثنين توكسيك هيديكس الكوهوليك وكونستيبيشن. اي ثينك ان كده المذاكره، اذا كانت المذاكره فن يا اولاد فالتحصيل فن اخر، وانا بعلمك المذاكره والتحصيل والاجابه باذن الله الفن الثالث. نيجي بقى لدره هذه المحاضره وهو pain control. pain control احنا قلنا ان البين، فاكر في المحاضره الماضيه، سيجنالز تيشو دامج، ودام في بين يبقى في تيشو دامج، والبين بروفوكس بروتكتيف ريفلكس. تمام نعم. بس ايه رايك في احساس البين؟ هل هو بليزنت ولا انبليزنت؟ يعني واحد يقول لي انت بتسالني، ديفينتلي انت تقول بين، definitely unpleasant، إحساس غير مرغوب فيه، ولكن لأنه وراء الخلق خالق، وهذا الخالق رحيم يتميز بالرحمة، فربنا عارف إن الإحساس ده دون الإحساسات الأخرى إحساس unpleasant، فعمل لنا جوه جسمنا سيستم اسمه pain control system. pain control system اللي هو ده موضوعنا. ايه فكرته؟ اولا نتفق، حفظها لاجيال، when I am talking about pain I am talking about C fibers pain، مش الA دلتا. ده انا قلت C ده اللي موجود في الجلد والديب تيشو والفيسرا في كل مكان، الA دلتا ده موجود فقط في الأغلفة في السكين من بره، والبروتونيوم والبلورا والديورا والبريوستيوم والكلام ده، إنما البين مبعثه الأساسي والسي فايبرز اللي هي كانت بتنتهي فين؟ عند السكند أوردر نيرون في الدورسال هورد، فاكرها أشهر سكند أوردر نيرون اللي هي باللون الأحمر اهي، اسمها سابستانشا جيلاتينوزا أوفرولاندي، اللي هي موجودة في لامينة 2 و3 في الدورسال هورد. يبقى عشان احس بين لازم الامبلس ينتقل من الفيرست اوردر نيرون الى السكند اوردر نيرون اللي هو السبستانشال جلاتينوزا اوفرولاندي عبر كيميكال ترانسميتر اللي هو البي سبستانس، قلناها المحاضره الماضيه. كل فكره البين كنترول سيستم، لو ما قلتش دي، لو الشارح ما طلعتش منه بالجمله دي، يبقى انت ما فهمتش البين كنترول سيستم. البين كنترول سيستم هو عبارة عن ان احنا هنعمل pre synaptic inhibition not post. يعني اشهر اكزامبل للpre synaptic inhibition هو البين كنترول سيستم. تعال نشوفها ازاي. ان احنا في نيرون معين اللي هو باللون الاسود ده هيعمل ايه؟ هيعمل inhibition لمين؟ السنترال اند اوف سي فايبرز. ما هو السي فايبر ده فيه بريفرال اند اللي هي رايحه للدندرايت اللي بشاور عليها، وفي سنترال اند اللي هي تدخل في السنترال نيرف سيستم. فما البين كنترول الا بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ احفظ معايا، هقولها 100 مره النهارده، للسنترال اند اوف سي فايبرز، يمنعها من انها تعمل ايه؟ يمنعها انها تطلع البي سبستانس اللي هي تنقل الاكشن بوتنشال الى السبستانشال جلاتينوزا اوفرولاندي. طب ما اتنقلش الاكشن بوتنشال، ما وصلش المخ، ما حسيتش بين. وعشان كده بيسموها جيت ثيوري. جيت يعني بوابه، يعني هو قفل البوابه دي، شايف اهو اللي بين الخطين دي، البوابه ما بين ايه وايه بقى؟ ما بين السنترال اند اوف سي فايبرز من ناحيه، والسبستانشال جلاتينوزا اوفرولاندي من ناحيه اخرى. يبقى تاني، لو طلعت دي يبقى كفايه عليا،
ان البين كنترول سيستم ما هو الا افتح ودانك اهم كلمه اعملها لك باللون الاصفر بي 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 سينابتيك انهيبيشن لمين؟ للسنترال اند اوف سي فايبر سي لما اتكلم على البين انا اقصد السي اوعى تجيب سيره الايه دلتا في الكلام ده سي فايبرز يمنعها انها تطلع البي سبستانس وبالتالي يبلوك الترانسميشن اوف بين امبلس او بين سيجنالز للسبستانشال اوزو اورلاندي فسموا ده الجيت ثيوري اوف بين كنترول يبقى الجيت بتوين ايه وايه اديني كاتبها لك ما بين السنترال اند اوف سي فايبرز تحت والسبستانشال جلاتينوزا اورلاندي طب مين بقى اللي هيعمل هذا البري سينابتيك انهيبيشن في ثلاث طرق نعمل بيها البري سينابتيك انهيبيشن بثلاث مواضيع كل واحد سؤال نظري مهم اوبيويد بيبتايدز او امبلس جايه من فوق من السوبرا سباينال يبقى سوبرا سباينال بين كنترول سيستم او جايه من على مستوى السباينال كورد يبقى سباينال كنترول سيستم بين كنترول سيستم يبقى تاني يا اولاد دي اهم نقطه في الموضوع لما يقول لي بين كنترول عارف قيس ليلى عنتر عبله بين كنترول بري سينابتيك انهيبيشن ده اشهر اكزامبل للبري بري بري سينابتيك انهيبيشن هتنهيبت مين شوف وريك الصوره هي اكتر من خمس دقائق عشان تلتصق في ذهنك بين انهيبيشن بعمل بري سينابتيك انهيبيشن بري سينابتيك انهيبيشن للسنترال اند اوف سي فايبرز يمنعها انها تطلع البي سبستانس فنو سيجنال ويل بي ترانسميتد تو ذا سبستانشال نوز اورلاندي يبقى قفلت الجيت هيسالك فين الجيت دي بتوين ايه وايه بتوين السنترال اند بشاور عليها بالليزر اوف سي فايبرز والسبستانشال نوز اورلاندي منعها انها تطلع البي سبستانس اللي هي الكيميكال ترانسميتر هنا يبقى نو بين سيجنالز يبقى نو بين مين اللي يقدر يعمل العمله دي ثلاث حاجات بثلاث موضوعات كل واحد سؤال نظري مهم اس الف اوبيويد بيبتايدز سوبرا سباينال بين كنترول وسباينال بين كنترول سيستم تدي اول واحده فيها اللي هي الاوبيويد بيبتايدز منذ الاف السنين توصل القدماء المصريون القدماء المصريين لأهم مادة بتضيع البين وسجلوها على أوراق البردي المورفين المورفين بس ما عرفوش الميكانيزم يعني احنا هم توصلوا لأهم مادة حتى يومنا هذا بتوقف إحساس البين وهي المورفين شوف العظمة بتاعت قدماء المصريين احنا بقى توصلنا المادة الفعالة في المورفين اللي هي ايه بقى الاوبيوم او الاوبيويد حتى اول ما توصل انسان للاوبيوم ده صانعي البرفيومز طلعوا برفيوم ما زال موجود في الاسواق اسمه اوبيوم على اساس انه زي المورفين مش المورفين بيسطل الافيون فده بقى ما تشم رائحة دي تسطلك فافتكرها حتى يبقى المادة الفعالة في المورفين اللي هي الاوبيوم او الاوبيويد عشان كده سميناها اوبيويد بيبتايدز طيب الاوبيويد بيبتايدز نوعان نوع من اكتشاف المخلوق اللي هو قدماء المصريين يسجلوه على اوراق البردي اللي هو مين الاكسوجينس اللي هو المورفين اقوى ماده نمتلكها حتى يومنا هذا تكيل بين اوبيويد بيبتايدز لكن ربنا عنده جوه جسمنا اندوجينس بيبتايدز الاندوجينس بيبتايدز دي بقى من صناعه الخالق مش المخلوق يبقى حتى ما يجي لك سؤال في الام اس كيو مين اقوى الاكسوجينس اللي هم بتاعتنا بتاعت المخلوق البسيط ولا بتاعت الخالق الاندوجينس طبعا بما لا يقارن الاندوجينس اوبيويد بيبتايدز اقوى بما لا يقارن وفيهم ميزه ثانيه اقولها لك جميله قوي قوي انهم they do not cross the blood brain barrier يعني ربنا مخليهم جوه السنترال نيرفس سيستم ما يطلعوش بره عشان يمارسوا وظيفتهم الاساسيه في ان هم يقللوا المعاناه بتاعه البشر من الالم الاندوجينس بيبتايدز الاندوجينس اوبيويد بيبتايدز فيهم ثلاث مجموعات هي الاشهر خد بالك بقى كل واحده سؤال ام اس كيو
أول حاجة إحنا قلنا الانكفالنس. بيبتايد ليه؟ إحنا اتفقنا إن البيبتايد يقل عن 50 أمينو أسيد، اتفقنا قبل كده في الاندوكراين. انكفالنس دول كام؟ 5 أمينو أسيد. فيهم نوعين، ميت انكفالين وليو انكفالين. حسب فيها ميثايونين أمينو أسيد تبقى ميت انكفالين، ولا ليوسين أمينو أسيد تبقى ليو انكفالينز. فهما تو تايبس أساسا ريليزد في حدتين. خد بالك بقى ده السؤال الام اس كيو ده، الاونلي اوبيويد اندوجينس اوبيويد بيبتايدز اللي بيطلع في السباينال كورد وفوق في البرين سوبرا سباينال. فبيطلع في السباينال كورد عند السبستانشال جلاتنوزا اورلاندي، وبيطلع سوبرا سباينال في حته هناخدها دلوقتي حالا اسمها بيري اكويداكتال جراي اريا. انا قلت لك اقراها من الاخر الاول. جراي اريا يعني اريا رماديه حوالين الاكويداكت، يعني قناه الميه اللي ماشي فيها السيريبرو سباينال فيود. بيري يعني حوله، اكوا يعني ميه، داكت يعني قناه. الجراي اريا ورسمها رسمه جميله هوريها لك في اللوحه اللي بعدها. بيري اكويداكتال جراي اريا، خد بالك. يبقى لما يقول لك من كل الاندوجينس بيبتايدز مين اللي بيشتغل سوبرا سباينال وسباينال؟ الانكفالينز. اوعى تنسى، ويدينا انالجيزيا اشتغل في السباينال كورد عند الاس جي ار سبستانشال جلوزا اورلاندي، وسوبرا سباينال عند البيري اكويداكتال جراي اريا اللي هنحفظها مع بعض، هتبقى سهله. اهدى شويه، تدي احساس انالجيزيا. تطلع كمان في الليمبيك سيستم تدينا السنس اوف ويل بينج، الاحساس انك كويس. طيب يبقى الانكفالينز نوعان. نيجي الاندورفينز، اشهرهم البيتا اندورفين 31 امينو اسيد، 31 امينو اسيد. دي بقى مش هركز على انهم نوعين، هركز على انها بيطلعوا في حتتين. زي ما كانت الانكفالين في حتتين سباينال كورد وسوبرا سباينال، دي بتطلع في حتتين بس الاثنين فوق سوبرا سباينال. بتطلع في الهايبوثالامس ككيميكال ترانسميتر، وفي البيتيوتري كهرمون يفسر ظاهره الاستريس انالجيزيا. يعني ايه؟ يعني ايه انالجيزيا الاول؟ الجيزيا يعني الم. انالجيزيا لا الم، لا اصل الكلمه. ستريس انالجيزيا يعني الاستريس بيفقد الانسان الاحساس بالالم. بيتيوتري تطلق هرمون يشغل البين كنترول سيستم اللي هو البيتا اندورفين يضيع احساس الالم. واحد يقول لي انت اعتدت تشرح لنا وتفهمنا مش بتقرا معانا، ما تيجي انا بقول لك جمله جميله. من منا لم يعاين الاستريس انالجيزيا؟ مين فينا ما يعرفش الاستريس انالجيزيا؟ واحد يقول لي انا ما اعرفش. لا انت تعرف. هذكرك من الحياه، حضرتك بتعدي شارع ويعني ومشغول ومهموم بالعربيات اللي رايحه جايه ومش قادر تديك فرصه تعدي، مركز جدا. روحت بالليل لقيت في اصابه طفيفه جدا في رجلك. ايه ده؟ ده ما حسيتهاش خالص. انا اقول لك اللي حصل. انت عشان يعني وانت بتعدي ستريست بالعربيات، رجلك اصطدمت بحجر، عملت ليجن صغير، اصابه طفيفه في رجلك. لو انت حسيت الالم هتنشغل برجلك، ممكن العربيه تدهمك تتصصك. فشوف العظمه لما اي انسان يبقى ستريست عشان ما ينشغلش عن الستريسفول سيتويشن بالالم، تروح البيتيوتري تطلق البيتا اندورفين يشغل البين كنترول سيستم يضيع احساس الالم. ستريس انجيزيا. كم مره رجعت ولقيت اصابه طفيفه في جسمك وما قدرتش تتذكر هي حصلت امتى؟ عارف ليه؟ لان حالك كنت ستريست، وربنا يعني حفاظا على روحك خلى البين لا يثنيك عن الستريسفول سيتويشن. فالبيتيوتري اطلقت البيتا اندورفين ضيعت احساس الالم. واديك امثله اقوى. جندي بيحمي انسحاب اقرانه، يعني قال لهم انتوا انسحبوا وانا هدافع عنكم عشان العدو ما يهجمش عليكم، وعمال مشغول جدا في انه يطلق مدفعه. وجت شاذيه شالت مشط قدمه بالكامل، وعمال هو يطلق هو ما حسش حاجه خالص، لحد ما احد زملائه يقول له ايه ده، ايه ده النزيف الرهيب من رجلك ده، يبص ما حسش خالص. عشان تفهم قوه الاستريس انالجيزيا، لان ده لو انشغل برجله ضاعوا زملائه. جندي مطافي بينقذ طفل، بينقذ شخص
ونازل بيه واتلسع بالنار. لو انشغل بالبين هنشغل عن المهمة. فمن عظمة الخلق والخالق وبما يدل على أنه وراء الخلق خالق، ربنا لم يجعل البين يأخذنا من الستريسفول سيتويشن ونصاب بالأذى، بأن البيتوتري سوف تطلق بيتا اندورفين تشغل البين كنترول سيستم. شوف العظمة. ثالث وآخر مجموعة في الاندوجينس بيبتايدز اللي هو الداينورفين، ده 17 امينو اسيدز، ده فيري بوتنت انرجيزك. حتى لاحظ التشابه مع كلمه مورفين، داينورفينز فيري بوتنت انرجيزك. وخد بالك التشابه مع كلمه مورفين يخليك تعرف الوظيفه الثانيه، ده ريليتد للادكشن والتوليرانس، التعود او الادمان. ما هو بتبتدي تعود تولرانس وتنتهي بادمان. واعتبرها فقرة معلومات عامة. هحكي لك قصة الإدمان ببساطة شديدة. إيه فكرة الإدمان في الناس اللي بتاخد مورفين اللي هو إكسوجينس أوبيويدز، أو بتاخد الصورة المركزة من مورفين؟ أول مرة عدد كبير منكم يعرف إن هي الهيروين. الهيروين بعبارة عن مورفين مطور مركز، يعني ألعب من مورفين. طيب يبقى سبحان الله، حضرتك بتاخد إكسوجينس بيبتايدز، يبقى كده. طيب يبقى انت بقى دم بتاخدها من بره، يبقى انت مش محتاج اللي جوه. فالنيرونز اللي بتطلع الاندوجينس بيبتايدز يحصل لها اتروفي، تضمر. ما انت بقى بتغير في خلق الله، بتاخد من بره، سعادتك بشغل السيستم بحسابك بالاكسوجينس بالمورفين بالهروين. فالنيرونز اللي بتطلع الاندوجينس بيبتايدز يحصل لها اتروفي. لو حضرتك ما خدتش الجرعة في يوم، تفتكر، فكر معايا، النيرونز دي فجأة كده في ساعة تروح طلع تاني، تتنمو تاني وتبتدي تطلع اندوجينس بيبتايد وتشغل السيستم؟ لا طبعا. عشان كده بيحصل withdrawal symptoms رهيبة، لانك انت عودتها على اللي من بره، فاللي من جوه طواره بتوع ربنا، قال لك شغلها انت بقى عمي لحسابك. بطلت، ما عندكش بقى لا اكسوجينس ولا اندوجينس، severe withdrawal symptoms، pain رهيب، ويمكن ان يتوفاك الله. هذه فكرة الادكشن. وطبعا في الادكشن الناس بتتوفى لسبب تاني، ان الجرعات غير محسوبة. انت عارف بيبقى في غش تجاري، دي مش ادوية، جرعات غير محسوبة، فممكن مخلوطة بنشارة خشب وغيره، فممكن تاخد مرة جرعة صغيرة، مرة جرعة كبيرة، تعمل لك respiratory depression ويتوفاك الله. يعني اما تموت من الجرعة الزائدة، او تموت من عدم جرعة خالص اللي هو withdrawal symptoms. هذه فكرة الادكشن، ان انت بتاخد حاجه اكسوجينس وقفت الاندوجينس ادكشن وتولرنس. كانت هذه فقره المعلومات العامه. بعد كده هنتكلم على الريسبتورز بتاعه الاوبيويد. انا عامل لك جدول لطيف. الريسبتور اللي هم الدلتا والميو والكابا، دي على فكره حروف لاتينيه. فمثلا الكابا ده الحرف رقم 10 اعتقد، ذلك الميو اعتقد رقم 15. انا كاتب لك اللي متاكد منه هو الكاب، حروف لاتينيه يعني. انا كاتبهم بالترتيب اللي هو الدلتا موستلي سنسيف للانكفالين، اول واحد خدناه، الميو للاندورفينز، والكابا للداينورفينز. داينورفين هي مش بالام، داينورفين، هنصلحها حالا. والثلاثه بيدوا انالجيزيا، يعني الافكتس انالجيزي، ما احنا بنتكلم عن انالجيزيك سيستم البين كنترول. بس الاندورفين بالاضافه للانالجيزيا بيحصل مايوزيس، يعني ضيق في حدقه العين، وحتى كنا قلناها مع المورفين زمان في الـ في الـ في الفيجن، ويوفوريا يعني انبساط. انما الداينورفين نصلحها اهي، انها مش بالام، في ثانيه واحده معلش، الورق زي ما بقول لكم يا اولاد بيتكتب في عجاله، الله وحده يعلم بياخد مجهود قد ايه، ما عنديش بقى فرصه اقرا تاني غير معاكم. however كويس ان احنا بنعمل اخطاء بسيطه جدا جدا بنصلحها في اوانيها، لا ضرر ولا ضرار. اهي داينورفين ده بالاضافه للانجيزيا برضو بيعمل مايوزيس، ما احنا قلنا مجموعه كل المجموعه دي بتعمل مايوزيس. والديسفوريا يعني عدم انبساط، عكس ايوفوريا، يبقى دي ديسفوريا. ده أول سؤال نظري يا أولاد، اللي هو give an account on opioid peptides. عيدها تاني،
يبقى حضرتك هتتكلم عليه في النقاط الاتيه. تقول الاول ان في اكساجينس اوبيويد اللي هو بتاع قدماء المصريين، اللي هو حتى يومنا هذا اقوى ماده، اقوى بين كيلر اللي هو المورفين. احنا عرفنا ايه ان الماده الفعاله اللي هي الاوبيويد او الاوبيوم، حتى طلعوا برفيوم اسمه اوبيوم، قلت لك عشان تفتكر. طب الاندوجينس بتوع ربنا بماذا يختلف عن الاكسوجينس؟ بان ده بتوع ربنا، يعني ايه؟ يبقى من غير ما اقول لك انا تقول لي يبقى مور بوتنت، اقوى. وازاد ربنا حاجه رائعه عشان يعني ما يطلعوش بره، يركزوا شغلهم على النيرفس سيستم، يخففوا عنا الالم، خلاهم they do not cross the blood brain barrier. كم مجموعه؟ 3، كلهم تحت 50 امينو اسيد عشان بيبتايدز. انكيفالنس اللي هو 5 امينو اسيد، وده كل حاجه رقم السعد 2، نوعان يا ميت يا ليو، حسب فيها ميثيونين امينو اسيد او ليوسين، ويطلعوا في مكانين، ده الوحيد اللي بيطلع في السباينال كورد وبيطلع سوبرا سباينال في البرين. في السباينال كورد عند الاس جي ار هنشوفها دلوقتي حالا، ما تحفظش دلوقتي، وفي البرين عند البيري اكوداكتال جري اريا، بيديني احساس انالجيزيا. طب الاندورفينز 31 امينو اسيد، اشهرهم البيتا اندورفين، برضه بيطلع في مكانين، في الهايبوثالاموس ككيميكال ترانسميتر، وفي البيتيوتري كهرمون يفسر ظاهره الاستريس انالجيزيا. فاكر لما قلت لك البيتيوتري بتطلع 6 امبورتنت هرمونز، انما هم في الحقيقه 50، ادي واحد منهم البيتا اندورفين، ما كناش خدناه في الاندوكراين بتاع الاستريس انالجيزيا وحكيت لك عنه. ثم ثالث مجموعه اللي هي الداينورفينز اللي هو 17 امينو اسيد، ده فيري بوتنت انرجيزيا، ولاحظ التشابه مع كلمه مورفيا، يبقى هو ده بتاع الادكشن والتولرانس، التعود والادمان، وحكيت لك قصه التعود والادمان وليه الناس بتموت، يا جرعه زائده يتوقف عن انه يتعاطى ويزدرول، والاندوجينس نيرونز خلاص اللي كانوا اسف النيرونز اللي بيطلعوا الاندوجينس بيبتايدز حصل لهم اتري، مش هيلحقوا بقى ينجدوك، انت غيرت في خلق الله سبحان الله. طب والريسبتورز قلنا دلتا وميو كابا بترتيبهم اهو، انكفالين واندورفين وداينورفين، كلهم يعملوا ايه؟ احنا بنتكلم على بين كنترول انالجيزيا. الاندورفين ازويل يعمل مايوزيس ويوفوريا انبساط، الداينورفين ميوزيس ضيق الحدقه والديسفوريا عدم انبساط. طيب الموضوع الثاني اللي هو سوبرا سباينال انالجيزيك سيستم، سوبرا سباينال انالجيزيك سيستم، بس هنظبط الاشياء بعد اذنكم ثانيه واحده نظبطها اهي، انضبطت امورها. سوبرا سباينال انالجيزيك سيستم ده سؤال نظري مهم وسؤال، فهو واحد من اصعب الاسئله في الاجابه. هي قعدت اتامل هو ايه مبعث الصعوبه، انه هو بيكون من 3 كومبوننتس و 4 كيميكال ترانسميترز. لاحظت ان لو الزميل الفاضل، وده اللي بيعمله معظم الناس وورد وايد هنا وهناك، يعني مش هناك بس، هنا حتى في نورث امريكا، لو قالهم الاثنين مع بعض يو بي توتالي كونفيوزد. فكعادتي بحب التبسيط، قررت يعني اخد منحى مختلف، ان انا لا اقول الكومبوننتس لوحدها والكيميكال ترانسميترز لوحدها، لان كل واحده لوحدها صعبه. فالسوبرا سباينال انالجيزيك سيستم بيتكون من 3 كومبوننتس. كام كومبوننتس؟ 3 كومبوننتس اهي، تعال نبص مع بعض. فيرست كومبوننت اللي قلت لك وعدتك هنعرفه مع بعض، ده مين بقى؟ ده البيري اكويداكتال جراي اريا. يعني بص معايا هنا في الميد برين وفي الابر بونس في ضغط بيمشي فيها السائل بتاع المخ، فعشان كده يسموها اكويداكتال. حواليها في اريا رماديه، فيبقى اسمها ايه بقى؟ بيري يعني حوله،
بص معايا الليزر بيري حولة اكويداكتال جراي اريا موجودة فين؟ في الميد برين والابر بونز. يبقى الاوبيويد ريسبتور اللي اتكلمنا عليهم الثلاثة الكابا والمي والسيجما دول اللي برضو اقول لك معلومة جميلة موجودين حوالين الحاجات اللي فيها سيربرو سبانال فلويد، يعني تركيزهم عالي قوي في البيري فنتريكولار اريا. مش احنا قلنا البرين عشان ما يبقاش تقيل كده ويبقى مخك زي مخ الصعيدي، ربنا عمل فيه يعني اربعة فنتريكلز، تو لاترال فنتريكلز والثيرد والفورث. عارف الريسبتور اللي اتكلمنا عليهم الكابا والمي والسيجما دول اساسا فين؟ موجودين حوالين البيري فنتريكولار ارياز وحوالين الاكويداكت، يحبوا يتجمعوا حوالين السيربرو سبانال فلويد. تمام؟ طيب فالفيرست كومبوننت، شوف بقى ثلاث اسامي ضرب نار، هو مين؟ قول معايا. بيري يعني حوله، حوله ايه؟ اكويداكتال، اكويداكت ولونها ايه؟ جراي اريا. يبقى الجراي اريا اللي حوله الاكويداكت. اما تفهم الكلمه بيبقى استيعابها وحفظها سهل. بيري اكويداكتال جراي اريا موجوده فين؟ في الميد برين والابر بونز. يبقى الاوبيويد ريسبتورز اللي اتكلمنا عليهم الكابا والمي والسيجما هيشغلوا الفيرست كومبوننت. طيب الفيرست كومبوننت يشغل السكند كومبوننت اللي هو مين بقى؟ اللي هو رافي ماجنس نيوكليس. واحد يقول لي فهمنا ماجنس، انت عارفها يعني كبير. طب ورافي؟ رافي يعني ريدج، يعني زي كده نتوء ارتفاع. نيوكليس ضخمه في شكل ريدج، حتى انا اشوف يعني متعمدها في الرسم ارسمها لك كده. رافي ماجنس نيوكليس دي موجوده فين بقى؟ في اللور بونز والمضل. يبقى تمام، يبقى دي ميد برين وابر بونز، انما دي لور بونز اند مضل، ده السكند كومبوننت. طب نيجي للثيرد كومبوننت. الثيرد كومبوننت اللي هو ما هو ده؟ اسهل واحد فيهم، ما هو الا انهيبيتوري انتر نيرون في السباينال كورد اللي هو باللون الاسود اهو، انهيبيتور انتر نيرون. شغلته ايه بقى؟ وصلنا اللي احنا عاوزينه، يعمل بري سينابتيك انهيبيشن. ما احنا قلنا البين كنترول عباره عن بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ قول معايا، للسنترال اند اوف سي فايبرز. فين؟ عند السبستانشا جلاتينوزا اوف روندي، يمنعها من انها تطلع ايه؟ البي سبستانس اللي هو الكيميكال ترانسميتر، يبقى وقف احساس البين. يبقى دول الثري كومبوننتس في واحد من اصعب الموضوعات، تعال نقولهم تاني. يبقى ازاي الاوبيويد ريسبتورز الثلاثه اللي قلناهم الكابا والمي والسيجما، وكان في نوع رابع على فكره بس ما بيركزوش عليه عندكم هنا، انما اقوله لك بسرعه، انا حاطه في الرسمه اللي هو اسمه نوسي سبتن، ده عاوز تعرف اهو نوسي سبتن، بس ما حدش بيركز عليه وورد وايد حتى كتير، اسمه نوسي سبتن لان هم مش ثلاثه بس، في نوسي سبتن لو عاوز تعرف. المهم نرجع تاني عشان لو كنت شفتها، خلينا نركز في يبقى الاوبيويد ريسبتورز الثلاثه يشغلوا الثري كومبوننتس اوف سوبرا سبانال انجيجيك سيستم ان سكسيشن، يعني هم يشغلوا الفيرست والفيرست يشغل السكند والسكند يشغل الثيرد. يبقى حلو الموضوع كله ثلاثات اهو، يبقى الثري اوبيويد ريسبتورز الكابا والمي والسيجما لو استثنينا النوسي سبتن طبعا هيشغلوا الثري كومبوننتس، فيرست والفيرست يشغل السكند والسكند يشغل الثيرد. تعال نحفظهم تاني مع بعض. فيرست هو عباره عن ايه؟ الرسمه واضحه، هي هتبقى هتقعد شايفها خمس دقايق. اوصف اللي انت شايفه. حاجة حوالين الأكويداكت ولونها رمادي، يبقى بيري أكويداكتال جراي اريا، ده الفيرست كومبوننت. موجودة فين؟ ميد برين وأبر بونز. فدي تشغل السكند كومبوننت اللي هي مين؟ رافي ماجنوس نيوكليس، رافي يعني ريدج. موجودة فين؟ لور بونز أند ميدالا. يبقى لو هي كانت ميدالا وأبر بونز، دي لور بونز أند ميدالا. طب والسكند كومبوننت شغل الثيرد اللي هو مين؟ ده اسهل واحد، ده ما هو الا انهيبيتوري انتر نيرون في السبان كورد، هو ده اللي هيعمل الشغله اللي هي ايه؟ تري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ للسنترال اند اوف سي فايبرز. فين؟ عند السبستانشا جلاتينوزا اوف روندي، يمنعها من انها تطلع البي
substance اهي صادق يبقى ما تنقلش البين سيجنال يبقى حسناش الالم. ده 3 كومبوننتس. نيجي بقى للكارثه الاخرى ان في 4 كيميكال ترانسميترز. ليه بقى؟ لان الريسبتورز هيشغلوا الفيرست كومبوننت، فالفيرست كومبوننت طلع السكند، يعني هيشغلوه بكيميكال ترانسميتر اللي هو بيتا اندورفين، فالفيرست كومبوننت يطلع كيميكال ترانسميتر اللي هو الانكفالين يشغل السكند، فالسكند يطلع كيميكال ترانسميتر اللي هو السيروتونين، السيروتونين يشغل الانهبيتور انتر نيرون اللي هيعمل ازاي انهبيشن للسنترال اند اوف سي فايبر عن طريق كيميكال ترانسميتر رابع اسمه انكفالين. يبقى تاني، ما انت عندك 4 حاجات، الريسبتور بيشغلوا 3 كومبوننتس، يبقى محتاج كام ريسبتور كام كيميكال ترانسميتر؟ 4، لان الاوبيويد ريسبتور بيشغلوا 3 كومبوننتس، كل واحد هيشغل واحد، والواحد ده يطلع ترانسميتر يشغل اللي بعده، يطلع ترانسميتر يشغل اللي بعده وهكذا، فلازم اعدادهم 4. طيب قال لي ما عندكش طريقه حلوه تحفظها لنا بيها؟ قلت له دائما ابدا عندي. هنا لقيت ان الطريقه الوحيده هي بموسيقى الكلام. بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين، حتى بساعدك بالالوان. يبقى مين الكلمه اللي اتعادت مرتين؟ الانكفالين. بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين. وفاكر لما قلت هذكرك ان الانكفالين ده كان الوحيد اللي كان بيطلع سوبرا سباينال اهو في البرين ستيم وسباينال. يبقى تاني احفظها معايا، اقولها انا شخصيا بفتكرهم بموسيقى الكلام. بيتا اندورفين انكفالين واسكت، سيروتونين انكفالين. تاني حلوه يا اولاد. بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين. في واحد من اصعب الاسئله في السنترال نيرف سيستم اللي هو سوبرا سباينال انالجيزيك سيستم. تاني، 3 ريسبتور، 3 اوبيويد ريسبتور بيشغلوا 3 كومبوننتس في ناحيه باستخدام 4 كيميكال ترانسميتر. يبقى الثلاثه اوبيويد ريسبتورز يشغلوا 3 كومبوننتس في ناحيه باستخدام 4 كيميكال ترانسميترز. يبقى حلوه. مين بقى الثري كومبوننتس تاني يا اولاد؟ تاني ما زهقش في موضوع زي ده، عاوزك تطلع حافظه صم معايا. فيرست كومبوننت بيري اكويداكتال، يعني حوالين الاكويداكت، ولونها ايه الاريا دي؟ لونها رماديه، بيري اكويداكتال جري اريا. ده الفيرست كومبوننت. فين؟ في الميبرين والابر بونز. هيشغل السكند كومبوننت اللي هو مين؟ رافي ماجنس نيوكليس. نيوكليس ضخمه في شكل ريدج، رافي ماجنس نيوكليس. فين؟ في اللور بونز والمظله. فده تشغل الثيرد كومبوننت اللي هي مين؟ دي اسهل واحده، دي انهبيتور انتر نيرون اللي هي هتعمل العمل اللي احنا عاوزينه. ايه العمل؟ البين كنترول. البين كنترول ما هو الا بري سينابتيك انهبيشن. لمين؟ للسنترال اند اوف سي فايبرز. عند مين؟ عند الاس جي ار. يمنعها ازاي؟ بيمنع الترانسميشن امبلس، بيمنعها انها تطلع البي سابستنس. حتى بي عشان بين سابستنس، عشان كده يسموها بي سابستنس. يبقى فاهم؟ يبقى دي ناحيه خلصنا منها. اللي بيبوظ الدنيا ان الزميل يقولهم مع الترانسميتر فتطلع لحافظ دي ولا دي. مين الترانسميترز؟ انا قلت الاوبيود ريسبتور بيشغلوا 3 كومبوننتس، يعني الاوبيود ادي واحده وهيشغلوا 3 كومبوننت، يبقى عاوزين 4 كيميكال ترانسميترز. هنحفظها ازاي؟ بموسيقى الكلام. وفي كلمه بتتعاد وبيديها بنفس اللون انكفالين. بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين. الالقاء فن يا اولاد. الالقاء نفسه ممكن يحفظ. انت الطالب بيقول بنسمع صوتك في الامتحان. بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين. ويبقى مين اللي تعب مرتين؟ الانكفالين ده لوحده سؤال ام اس كيو، يبقى ده الوحيد اللي بيطلع سوبرا سباينال وسباينال. مع ان انا عارف انك ممكن تسمع الفيديو، انما معلش لصعوبتها خليني اقولها لك مره اخيره في دقيقه. الاوبيويد ريسبتورز اللي قلناهم الثلاثه المي والدلتا والكابا بيشغلوا 3 كومبوننتس
باستخدام 4 chemical transmitters. قول لي بقى ال 3 components بتاعت السوبرا سباينال انجيزيك، سوبرا نون فوق السباينال كور، الامبلس شغالين من فوق يا اولاد، سوبرا سباينال. الفيرست كومبوننت، يلا قول معايا، بص للرسمه، اوصف اللي انت شايفه. بيري اكويداكتال، حوالين الاكويداكت، ولونها رمادي، جراي اريا. فين موجوده؟ بص على الرسمه، ميد برين وابر بونز، دي تشغل السكند كومبوننت. اللي هي موجوده فين؟ اسمها رافي ماجنس نيوكليس. رافي ماجنس نيوكليس فين؟ في اللور بونز والمدله. تشغل الثيرد كومبوننت، دي اسهل واحده بقى، دي انهيبيتوري انتر نيرون في السبينال كورد. سهل قوي، انهيبيتوري انتر نيرون في السبينال كورد، ده اللي بيعمل العمل المطلوب. اللي هو ايه اهم حاجه في العمل؟ بري سينابتيك انهيبيشن. تعالى حتى نديها باللون الاصفر اللي هو اكتر لون بنشوفه اهي، خلينا نلونها باللون الاصفر. بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ للسنترال اند اوف سي فايبرز. فين؟ عند السبستانشال نوز اوفرلاندي اللي هو عند الجيت، فاكر الجيت ثيوري؟ يمنعها انها تطلع الكيميكال ترانسميتر اللي بينقل البين سيجنال، حتى اسمه بي سبستنس لانه بينقل البين سيجنالز. طب مين الكيميكال ترانسميترز؟ انا عندي 3 اوبيود ريسبتور بيشغلوا 3 كومبوننتس، يبقى لازم يبقى عندي 4 كيميكال ترانسميترز. حفظناها بموسيقى الكلام، بيتا اندورفين انكفلين، سيروتونين انكفلين، بيتا اندورفين انكفلين، سيروتونين انكفلين. واظن مين اللي بيطلع مرتين ده لوحده سؤال مهم في الاندوجينس اوبيويدز؟ انكفلين بيطلع في البرين ستام، سوبرا سباينال وسباينال. ده كان ازاي سوبرا سبايدل من فوق نجيب سيجنال، نجيب سيجنال توقف احساس الالم، سوبرا سباينال انالجيزيك سيستم اهي يا اولاد. طيب نيجي لل السؤال الاخير، سباينال امبلس ثالث واحد. طب هل ممكن نوقف البين، نعمل بين كنترول برضه بريسينابتيك انهيبيشن؟ قلت لك قيس ليلى، بين كنترول بريسينابتيك انهيبيشن، نفس الرسمه اللي عمال نشوفها لما زهقت منها. بس في الحاله دي بقى مش هنجيب السيجنالز من فوق من سوبرا سباينال، الجهاز الصعب ده هنجيبها من تحت، سباينال امبلس. في يوجد نوعان من الفايبرز في مقدورهما ان هما يشغلوا البين انهيبيتوري انتر نيرون ده، فاكر الانهيبيتوري انتر نيرون اللي كان بيعمل ايه؟ بس بدل ما نشغله من فوق هنشغله سباينال، ما ده اللي كان في السباينال كورد اللي هو قلناه السباينال انهيبيتوري انتر نيرون في السباينال كورد. ممكن نشغله بنوعين من الفايبرز يتشارك في ان هما thick myelinated، هما الاثنين جروب A، واحد A بيتا واحد A دلتا. تعال اديك مثال، ظهر في الحاجة جميلة جدا. كلنا لاحظنا ان لما الواحد يتخبط في رجله، صح، الواحد يتخبط في رجله في ايده، مجرد انك تعمل بريشر تدوس كده، الدوسة دي البريشر ده somehow بيضاع الالم. او لو حتى في طفل او واحد كبير لو عملت رابينج، الرابينج او البريشر بالفطرة بيضاع الالم يا اولاد. ازاي عرفنا الميكانيزم؟ بريشر يبقى يشغل اي بيتا فايبر، وزيها الرابينج، مع الرابينج بريشر متكرر، فالاي بيتا دي تبعت كولاترال اهي، اوريك الرسمة، الاي بيتا تبعت كولاترال اهو، الرابينج او البريشر، الاي بيتا تبع الكولاترال. هناخد من الاخر بقى، يشغل الانهيبيتوري انتر نيرون اللي في السبان كورد اللي بيعمل ايه؟ قولها تاني بقى، قلناها 150 مره، بري سينابتيك انهيبيشن لمين؟ للسنترال اند اوف سي فايبرز. فين؟ عند السبستانشال نتوز اوفرلاندي، يمنعها ايه؟ انها تطلع البي سبستانس بتاعت البين. فما فيش بين سيجنالز يبقى قفلنا الجيت، بس هنا شغالين مش من فوق،
مش سوبرا سباينال زي اللي فاتت بادئين من فوق من الميد برين، ده احنا هنا سباينال. ظاهرة تانية جميلة قوي يا ولاد. ال ايه دلتا فايبرز؟ يبقى برضو ثيك مايلينيتد. واحد يقول لي مش الاي دلتا دي كانت بتاعه الفاست بين؟ يقول اه، ما ده هيؤكد لك ان when we are talking about pain we are talking about C fibers pain. البين اللي هو بيرنينج، اللي هو كرونيك، اللي هو سخيف، هو السي، بدليل ان احنا بنستعين عليه بفين اخر. الاي دلتا ده لتفاهته صار بين هيضاع بين. وهو المعجزه الصينيه اللي هي الاكوي بانكشر، الابر الصينيه. بانكشر يعني وخز، اكوي بانكشر دي الابر الصينيه. طب ما انا الابر يعني ايه؟ طالب ذكي قوي قال لي يعني بريكنج، شكشكه. اه ده البريكنج انت كنت قلت لنا مع كوتينيوس بين دي من خصائص الفاست كوتينيوس بتاع الاي دلتا، كنا بنقول عليه بريكنج بين. فتصور شكشكه بين تافه، شويه شكشكه هتضيع بين رهيب، بيرنينج بيرنينج بتاع السي. وده يدل لك ان وين ار توكينج اباوت بين وي ار نوت توكينج، بنقول اه سي سي واي دلتا، بس البين اساسا سي سي، بدليل اهو اهو اثبات. هنعمل شكشكه بريكنج يعني بنعمل ايه؟ بنشغل ايه دلتا فايبر بتاعت مين؟ بتاعت الفاست بين. الفاست كان بريكنج واكيوت عشان يضيع الاهم اللي هو سي سي بيرنينج. قلت ربنا توعدنا سبحان الله مش بالشكشكه، توعدنا بالبيرنينج. فلما تعمل اكوي بانكشر اديك فهمت فكره الابر الصينيه، الاكوي بانكشر هتشغل ايه دلتا؟ ما هو بريكنج بانكشر يعني بريكنج بين، بريكنج يبقى اللي هو الاي دلتا اللي هو الفاست بريكنج اكيوت. يدي كولاترال نفس القصه، شغل مين؟ انهبيتور انتر نيرون في السباين كور، يعمل ايه؟ للمره ال 500 بري سينابتيك انهبيشن لمين؟ للسنترال اند اوف سي فايبرز. فين؟ عند السبستانش جلاتينوز اوفلاندي، يمنعها انها تطلع البين سبستانس بي سبستانس. فما فيش سيجنال يبقى قفلنا الجيت، عشان كده كلهم يعتبروا جيت ثيوري. الاوبيويد والسوبرا سباينال سباينال كلهم تبع الجيت ثيوري اللي قلناها في الاول دي، ممكن تيجي لوحدها سؤال. طب واحنا يعني قدماء المصريين ما لهمش رول هنا؟ اه لينا، احنا بنشغل ايه دلتا بطريقه ثانيه بقى عندنا برضه من اكتشاف قدماء المصريين، اللي هي اللزقه. عارف لما الواحد يروح صيدليه يجيب لزقه كده فيها كيميكالز يلزقها على الحته اللي وجعاها، الكيميكال دي لو حطيت اللزقه بليفني بتحس زي ما تكون شكشكه في الجلد، شكشكه شكشكه، يبقى بريكنج، يبقى ايه دلتا؟ كولاترال شغل انهبيتور انتر نيرون، كمل بقى القصه. تعمل بري سينابتيك انهبيشن للسنترال اند اوف سي فايبر عند السبستانشال دوز اوف رولاندي، تمنعها انها تطلع البي سبستانس. يبقى حتى المصريين اللي انا باع قدماء المصريين، الصينيين شغلوا الاي دلتا باكوي بانش، بس هنا واضحه قوي ابر يبقى 100% بريكنج، انما احنا بلازقه فيها مواد كيميائيه بنحطها على الحته اللي بتوجعك بتعمل برضو احساس بريكنج شكشك. يبقى تشغل ايه دلتا فيدي كولاترال، الكولاترال دي تشغل انهبيتور انتر نيرون اللي كنا قلنا فاكر كان بيشتغل بمين؟ بالانكفالين. فاكر بيتا اندورفين انكفالين سيروتونين انكفالين، يبقى هنا كان اخر واحد هناك انكفالين عند الانهبيتور انتر نيرون، او ممكن بالجابا. يعني هنا في حاجه تاني في السباينال، يعني الانهبيتور انتر نيرون ده ممكن يشتغل بالانكفالين زي ما بيشتغل من فوق، وممكن يشتغل بالجابا اللي هو جاما انهبيتوري جاما امينو بيوتيريك اسيد. حتى انا قلت لك عشان تفتكر كان في تو انهبيتوري كيميكال ترانسميترز، مع ان قلنا الانهبيشن والاكسيتيشن بيعتمد على ريسبتور. كان سؤال ام اس كيو مهم جدا، لان الاستايل كولين ساعات يعمل انهبيشن للسفينكتر في الجهاز الهضمي ويعمل كونتراكشن للول في الجهاز الهضمي، يبقى ديبندنج على ريسبتور. بس هقولها تاني المعلومه دي، قلتها لك قبل كده مرارا. يبقى اول معلومه في الام اس كيو ان الانهبيشن والاكسيتيشن ديبندنج على الريسبتورز مش على الكيميكال ترانسميترز، بس في تو اكسبشنز. في تو ترانسميترز تملي بنلاقيهم انهبيتوري بحرف الجي، الجلايسين والجابا، جاما امينو بيوتيريك اسيد انت شايف. وتو ترانسميتر تملي بنلاقيهم اكسيتاتوري اللي هم الاسبارتات والجلوتاميت.
جلوتاميت واسبارتيت. ده حتى جلوتاميت في الكلام هبقى اعمل لكم يعني حاجه صغيره كده على الكيميكال ترانسميتر. الجلوتاميت ده من كتر الاكسيتيشن بيسموه توكسيك كيميكال ترانسميتر، يعني لو زاد قوي ممكن يدمر المخ من كتر الاكسيتيشن. جلوتاميت توكسيك كيميكال ترانسميتر. لما البرين يتحرم من الدم لفتره طويله يحصل اسكيميا، توقف القلب ومفيش دم رايح للبرين، يطلع جلوتاميت بالهبل يدمر المخ. فده مش بس اكسيتيشن، اكسيتيشن لدرجه تعمل دامج. ادي حته على الماشي كده على الجنب بنراجع اللي فات. يبقى تاني تيجي نراجع اللي فات. اكسيتيشن او انهيبيشن ديبندنج على، جاوب انت، الكيميكال ترانسميتر ريسبتور. ريسبتور. طب في الاكسبشن، في تو كيميكال ترانسميترز تملي انهيبيتوري بحرف الجي، جابا جاما امينوبيوتريك اسيد وجلايسين، واثنين تملي اكسيتاتوري اسبارتيت اند جلوتامين. ده اسهل سؤال لو جالك اللي هو سباينال امبلس. يبقى السباينال امبلس جاي عن طريق ايه؟ ايه القاسم المشترك؟ ثيك مايلينيتد فايبرز، يا ايه بيتا يا ايه دلتا. ايه بيتا ظواهر كلنا عارفينها يا اولاد، الواحد بيتخبط في ايده او في رجله يا يعمل بريشر يا اما يعمل رابنج. وحتى الصعيده لما يجي له صداع يروح حاطط عارف الحبل والمفتاح بريشر بريشر يضيع الصداع. تبقى فاهم بيشتغل ازاي، شغل اي بيتا فايبرز الرابنج والبريشر. طب ما الاي دلتا بتشغل ايه؟ الاي دلتا دي كانت بتاعه الفاست بريكنج اكيوت بين، يبقى حاجه تدي تعمل بريكنج، يبقى بريكنج شكشكه، يبقى الابر ابر ابر صينيه اكوي بانشر. حتى مره طالب قالها اكوي وانشر، تيجي تنشر ايه يا بابا؟ اسمها اكوي من غير ما تنشر، بانشر يعني شكشكه وخس مش تكوي. لكن لو عاوز تفتكرها ابتدي بالمكوى اكوي بانشر، اكوي بس من غير ما تنشر اكوي بانشر. او المصريين اتعلموا اللزقه، بتعمل بريكنج بين شغل ايه دلتا، سواء ايه بيتا او دلتا يا اولاد هتطلع كولاترالز اهي، تشغل انهيبيتور انتر نيرونز عن طريق اللي خدناه كان هناك بيشتغل بالانكفل. لما قلنا بيتا اندورفين انكفلين سيرتونين، انكفل كان اخر واحد، لكن هنا بنزود عليه الجابا جابا امينوبيوتريك اسيد. يعمل ايه؟ خايف اقولها يعني تتجننوا. يعمل بريسينابتيك انهيبيشن للسنترال اند اوف سي فايبرز عند السبستانشال نوزل رولاندا رولاندي، يمنعها انها تطلع بي سبستانس، يمنع السيجنال ترانسميشن اوف بين. فاللي هي الجيت كنا قلنا دي سميناها جيت، جيت ثيوري. ده يا اولاد البين كنترول سيستم كما ينبغي ان يفهم، والا فلا. اخر حته بقى نقولها ونقفل بكده، methods of treatment of pain، ازاي بنعالج البين؟ بثلاث طرق، surgical electrical او medical بادويه. surgical نيجي السيفير، امتى نتجه للسيرجيكال؟ لو كان العيان عنده سيفير انتراكتابل انتولرابل انكنترولابل بين، بين غير محتمل، يبقى نعمل ايه؟ اقول يبقى نقطع التراكت اللي بيشيل البين اللي هو اللاترال سباينوثالاميك تراكت. طب للاسكاء سؤال ام اس كيو، لو انا عندي البين في رجلي اليمين تقطع اللاترال سباينوثالاميك تراكت اليمين ولا الشمال؟ لا طبعا الشمال، لان انت قلت لنا طالب بيقول يعني ان الكرود سنسيشنز البروتوباثيك سنسيشن اللي هم بين وتمبرتشر وكرود تاتش وكرود بريشر، كل الكرود بحرف السي بيكروس في السباينال كورد بحرف السي، فلو عملت قطع للتراك في السباينال كورد يفقدوا على الكونترالاترال سايد بحرف السي. اوعى تنساه الكرود، الناس الواطيه تكروس تحت، فلما تقطع التراكت يفقد على الاوبوزيت سايد. فانا لو عندي انتراكتابل بين في الرايت ليج تقطع لي اللاترال سباينوثالاميك تراكت على الناحيه الليفت، يعني في اوبوزيت سايد. سؤال ام اس كيو، يسموا العمليه دي ايه بقى؟ انترولاترال كوردوتومي، انترولاترال كوردوتومي. طيب في عمليه ثانيه بيستخدموها الثالاميك سندروم، لان ده البين بيبقى رهيب، هناخده
في الاخر محاضره في سي ان اس، المحاضره القادمه باذن الله، اللي هي اسمها بري فرونتال لوبوتومي. يا اولاد يعني ايه بري فرونتال لوبوتومي؟ يعني حتى كاتبينها في بعض الكتب عندنا لوبكتومي، هي مش اكتومي هي اوتومي، يعني بنفصل البري فرونتال اريا عن بقيه المخ، يعني بنفصلها بس ما بنشيلش حاجه، بنقطع نجيب منشار كده في المخ بحيث الحته دي تنفصل بقى ونقفل، سايبين كل حاجه ما شلناش حاجه، عشان كده اسمها بري فرونتال لوبوتومي. البين يا اولاد عنده تو كاركترز، يعني انك انت حاسس بين دي حاجه، وانك مقروف منه دي حاجه تانية. القرف جاي في البري فرونتال اريا دي، يعني احساس البين ده في سوماتيك سنسوري اريا نمبر 1 لو كان ايه دلتا، في الثالاموس والتيكو فورميشن لو كان سي اللي هو الاهم، انك قرفان من البين دي امبلس بتروح لل بري فرونتال اريا. هتطلع يقول لي مش فاهم، تقول لا فاهمك فاهمك، زي التاتش، ولد ماسك ايد ولد يبقى حاسس تاتش، تاتش بس مش مبسوط، انما بنت ماسكه ايد ولد، ماسكه ايد خطيبها ولا جوزها ولا وات ايفر، فغير انه حاسس تاتش مبسوط. يبقى التاتش حاجه، ده في سوماتيك سنسوري نمبر 1، والانبساط حاجه تانية، ده في البري فرونتال اريا. خلاص فهمت؟ يبقى انك تحس ده في ارياز معينه، تنبسط او ما تنبسطش دي في البري فرونتال اريا. طب دلوقتي انا في العمليه دي بنعمل ايه بقى في الانتراكتابل بين؟ نروح فاصلين البري فرونتال اريا عن بقيه المخ، يبقى منشار كده نفصلها ما بنشيلش حاجه، هم كاتبينها لوبكتومي، هي بري فرونتال لوبوتومي، الزملاء الاصغر يصلحوه. فالشخص يقول لك I still feel pain، انا حاسس، but it doesn't bother me، مش بيضايقني. طب هو ده المطلوب، ده بالعكس كويس انه حاسس pain عشان pain signal تيتو يعمل، بس مش بيضايق. I still feel pain but it doesn't bother me. انا الحقيقة فكرت فكرة جميلة يا اولاد، ازاي جرى الناس بتوع النيوروسيرجي انهم يعني ما العملية دي مش ممكن تجربها في animals، والانيمال يقول لك انا حاسس بس مش متضايق فتعملها في الانسان، لان animal cannot expressed himself، فلازم العمليه دي تتعمل على الانسان، يعني تعملها والانسان يقول لك انا حاسس بين، لسه حاسس بين بس مش متضايق. فانا قلت ازاي تجرؤوا يعملوا تجربه دي على الانسان، فقعدت ادور في الاوراق لحد ما عرفت القصه واحب احكيها لك. كان في راجل اسمه جورج بيشتغل في مصنع بتاع ستيل بارز، اللي هو الصلب، اللي هو شرائح صلب كده، بعدين بيوطي يجيب حاجة فالمكنة مطلعة البار راح تدخل من هنا طلع من هنا، يا نهار اسود، يعني حصل بالمصادفة، شالوا البار ما شالوش اي حتة المخ، شالوها بس. لاحظوا ان جورج بعد القصة دي بقى يقولك حاجة غريبة قوي، I still feel pain but it doesn't bother me. ده قصة اكتشاف الحكاية دي. طب واحد يقول لي طب ما نعملها لكل الناس، نعملها لكل الناس؟ لا، دي بتعمل ماركت تشينج في البرسوناليتي وفيلير اوف بروجريشن، لانه انك تقعد تلعب شطرنج الافكار توالي الافكار بتبقى في الحته دي. حتى بقولها تملي بطريقه لطيفه، البري فرونتال اريا ده بتاع البروجريشن اوف ايديا، الواحد لما بيلعب شطرنج بيقعد يحط ايده كده وهو بيلعب على الاريا اللي بيستخدمها وهو بيلعب شطرنج. شوف فخر معلومات عامه طويله النهارده. فجورج حصل عنده مصيبتين، ماركت تشينج ان بيرسوناليتي، حاجات كان بيحبها ما بيحبهاش والعكس بالعكس، وفيلير اوف بروجريشن، وطبعا حصل بالمصادفه. فاحنا بقى لما يبقى عيان يقول لك انا اي ويل كوميت سويسايد من كتر الالم، زي بتوع الثلاميك سندروم، فنعمل ايه؟ نعمل له بقى البري فرونتال، قولوها صح والزملاء يكتبوها صح، لوبوتومي نوت لوبكتومي، اكت يعني تشيل بره من كلمه اكتوبيك بره، اوتومي زي اناتومي تشرح بس، بري فرونتال لوبوتومي زي اناتومي، انما اكتومي يعني اوتومي تقطع واكت تشيل بره اكتوبيك، فهي بري فرونتال لوبوتومي. تبقى عارف العمليه دي سيرجيكال تريتمنت اوف بين. ده كان السؤال بتاعي على فكره في بكالوريوس طب، اللي هو سيرجيكال تريتمنت اوف بين، الانترولاترال كوردوتومي تقطع اللاترال سباينو ثلاميك على الاوبوزيت سايد، وفي الحاله دي مش هتفقد البين بس،
وفوق البيعه غصب عنك هتفقد التمبرتشر لان اللاترال بيشيل البين والتمبرتشر بس خلاص يعني سايد افكت او تعمل بري فرونتال لوبوتوم. تاني طريقه بقى نضيع بيها البين ده كلها اسئله ام اس كيو ما بيجيش النظر ده الكتريكال ستيميليشن. في عندنا مراكز للبين في كل حته في الدنيا يدوك جهاز كده ويحطوا لك الالكترودز حتت معينه لما تحس بين تشغل الجهاز يدي نبضات يضيع البين. النبضات دي بتروح لمين؟ لللار سنسوري فايبرز. فاكر اللار سنسوري فايبر اللي هم الاي دلتا والاي بيتا فايبرز اللي هم ثيك مارينيتد اللارج سنسوري فايبرز. يبقى احنا خدناها من خلق الخالق. ما احنا عرفنا ان الرابينج فاكر والبريشر للاي بيتا والاكوي بانكشر واللزقه للاي دلتا. طب احنا بقى بنعمل لهم احنا بالكتريكال ستيميليشن لللارج سنسوري فايبرز والمقصود بيها اهو اكتبها جنبها من فضلك اي بيتا واي دلتا. او نحط الالكترودز في الانالجيزك سيستم نشغلها بقى مش سباينال نشغلها من فوق سوبرا سباينال في البيري اكويداكتال او بيري فنتريكولار اريا اللي هي الحتت اللي قلت لك فيها الريسبتورز. مش قلت لك الريسبتورز بتاعت الاوبيويد بتحب تتجمع حوالين البحر حوالين السيريبرو سباينال فلويد تحب هي الشواطئ حوالين الاكويداكتال اريا بيري اكويداكتال جري اريا او البيري فنتريكولار اريا. نحط ده الالكترودز هناك ونشغلها بدل من تحت نشغلها من فوق. او نما تاتا نحط الالكترودز في النون سبيسيفيك نيوكلياي وفي الثالامس. ده مواضع الالكترودز. يبقى اما في اللارج سنسوري فايبرز اللي هم فاهموا مين بقى اللارج سنسوري فايبر اللي بيضيع احساس البين اللي هم الثيك مالنيتد الاي بيتا والاي دلتا. او سوبرا سباينال تحطها في الانجيزيك سيستم بيري بيري افتكرها بيري بيري حول حول بيري الاكويداكتال جري اريا وبيري فنتريكولار اريا او تحطها في النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي. نيجي ثالث واخر طريقه في ايقاف الالم اللي هو ميديكال تريتمنت. انالجيزك يعني مسكنات، الجيزي يعني الم، علمتها لكم. انالجيزي يعني توقف الالم، ما تلخبطهاش مع انيثيزيا. الثيزيا يعني احساس، انيثيزيا توقف كل الاحساسات تخدير. انيثيزيا انما الجيزيا مخصصه في الالم بس. فانالجيزك تضيع احساس الالم. مين اقوى واحد عارفينه؟ المورفين. خلاص ده اقوى اللي هو اكسوجينس اوبيويد بتاع قدماء المصريين. او اسبرين. الاسبرين بيشتغل ازاي بقى؟ بيمنع البروستاجلاندين ثانسيس، تبقى عارف الميكانيزم بتاعه تاخدوه في الفارماكولوجي باذن الله. او كاونتر ايريتنت اللي هو اللزقه، فاكرها اللزقه اللي بتشغل اللار سنسوري فايبر اللي هو الاي دلتا اللي هي تعادل الاكوي بانكشر الكاونتر ايريتنت. او تعالج سبب الالم بقى، اذا كان واحد عنده حموضه تدي له انتي اسيدز. ده تيجي ام اس كيو الحته دي الميثودز اوف تريتمنت اوف بين. يبقى سيرجيكال تقطع اللاترال سباينو ثالاميك على الاوبوزيت سايد والعمليه اسمها انترولاترال كوردوتومي. او سيرجيكال تفصل البري فرونتال اريا عن بقيه المخ بري فرونتال لوباتومي وحكيت لك القصه بتاعتها. اي ستيل فيل بين بس ات دازنت باذر مي. لسه عم بيحس بين بس بيحصل تشينج في البيرسوناليتي وفيلير بروجريشن. الكتريكال ستيميليشن يا اما تستيميليت السباينال سيستم اللار سنسوري فايبر اي دلتا واي بيتا، يا اما من فوق الانالجيزيك سيستم، يا اما النون سبيسيفيك ثيراميك نيوكلياي. وميديكال تريتمنت انالجيزيك اللي هو المورفيا والاسبرين. ده اكسوجينس اوبيويد وده بيشتغل بالبروستاجلاند. كاونتر ايريتنت اللي بتشغل، انت فاهم هتجيبها لك سؤال، بتشغل اي دلتا زي الاكوي بانكشن. اند تريت ذا كوز. كده يبقى خلصنا واحد من اصعب المحاضرات في السي ان اس اللي هو البين كنترول.